طيب الاوهام بقى بعد الموضوع ما قتل بحسن واللي بيحاول يعمل بطوله هي بطوله شخصيه وليست بطوله واقعيه وجو المظلوميه اللي الناس بتحاول بتبتعد عنها لكن للاسف في ناس بتحاول تتكلم فيها والناس بتسمعها فاكرين زمان مسرحيه للعبقري الفنان المسرحي العظيم محمد صبحي كان عامل مسرحيه اسمها الهمجي في احدى مقاطع هذه المسرحيه كان دايما الفنان العبقري محمد صبحي كان واقف معاه ممثل برضه عظيم بس كان فرق في الطول والجسم والعرض وكان دايما محمد صبحي يقول له يا ابني خليك واقعي التاني يقول له ما تقدرش يا ابني هات لي اماره للي انت بتقوله ده يقول له ما تقدرش يا ابني لولا صوتك ده ما كنتش شفتك يقول له ما تقدرش ده اللي احنا عايشينه دلوقتي يا ابني خليك واقعي الاهلي نادي القرن العشرين الاهلي فائز بدوري ابطال افريقيا في النسخه الاخيره وحامل الرقم تسعة التسعة على نادي الزمالك برضه يقولك لك ما تقدرش يعني صوتك المفروض يكون مسموع والناس تبقى شايفاه بس يكون منطقي وواقعي يقولك لا برضه ما تقدرش انا نادي القرن ازاي يعني باي منطق باي منطق ده سيبكم بقى كمان من فكره الحقوق الاقتصاديه والقضايا اللي موجوده في الفتره الحاليه دي قصه لسه هنرجلها في وقتها لكن انا بتكلم في المنطق اللي انت المفروض بتخاطب فيه الشباب والأطفال وأذهان الناس اللي بتتربى على معلومات مغلوطة الإعلام يا جماعة إعلام رسالة ما تخلوناش دايما ناخد اللي بيحصل في الوسط الرياضي ونحطه في إطار مسرحي أو في إطار فيلم كوميدي وندي أمثلة ده ما هو اللي بيحصل في هنا هو فعلا واقعي وبقى يحصل في المسرحات وفي الأفلام يا ابني خليك منطقي التاني يقول له ما تقدرش يا ابني بص لنفسك يقول لك ما تقدرش ازاي الاهلي نازل القرن العشرين بشهاده رسميه من الاتحاد الافريقي ده انت لا يوم ما رفعت حاجه زي كده وحطيت عليها لوجو الاتحاد الافريقي في ظرف ساعه شلتها ما عندك القضاء عندك المحاكم ما تقدرش عارفين يعني ايه ما تقدرش هي كده انت ما تقدرش تمام نادي القرن الجديد القرن الواحد وعشرين بص لنفسك وشوف ترتيبك اشتغل على نفسك حاول دايما تبقى بتبص لنفسك وتشوف مشاكلك فين وتحلها عشان تبقى في الصداره ما تبصش دايما للكبير وكل شويه تقول للكبير انا موجود انا كذا انا كذا عشان الكبير كل شويه يقول لك يا ابني بص في ورقتك ما هو انت كل شويه هتقعد تشغل في الكبير عشان يقول لك كل شويه خليك في ورقتك ما انت مش معنى انك تشغل الكبير فالكبير خلاص نزلك وبيتكلم على نفس المستوى اللي انت بتتكلم فيه لا ما هو الكبير ده برضه ليه طاقه معينه بيحافظ بها على حقوقه وبيحافظ بيها على الموروثات التاريخيه اللي احنا بنقولها للاجيال القادمه وللشباب والاطفال عشان بعد خمسين سنه يبقوا عارفين نادي الاهلي كان نادي القرن في ايه تمام الاهلي في القرن الواحد 21 90 نقطه الزمالك في السادس 36 نقطه ممكن يبقى سابع لو رجاء خد الكونفدراليه يوم السبت اللي جاي فارجوكم يا جماعه مش عايزين نقول ما تقدرش ونتكلم بجو ال... الكوميكس اللي موجود عبر السوشيال ميديا لان خلينا نكون موضوعيين شويه وتحافظوا على فكره ان احنا بننافس بعض داخل الملعب مش قادر تنافسني جوه الملعب ما تنافسنيش بره الملعب لان لو نافستني بره الملعب برضه هتخسر زي ما بتخسر جوه الملعب شكرا